يتعامل بفوقية مع الدول العربية، كان يصف الزعماء العرب بأشياء سيئة، تعامل مع تنظيمات طائفية وفئوية في المنطقة وساعدها ضد دول المنطقة، كما ساعد مثلا جماعات مثل حماس وغيرها ضد الدولة المصرية، ووصف مصر بأنها يعني خائنة وما إلى ذلك، وصف القادة العرب بأوصاف سيئة. في النهاية هو جلب العداء لنفسه وللدولة السورية، ويعني أدى إلى ما أدى إليه. لكن رغم كل ذلك يعني نحن مع حفاظ على الدولة السورية، مع الجيش السوري، لكن لابد أن يعني أي حل لهذه الأزمة لابد أن يحاسب الجميع على أخطائهم في حق الشعب السوري ويبتعدوا، سواء الأسد أو المعارضين، لأنه أيضا المعارضين كما نعلم معظمهم يعني كانوا يعيشون في أوروبا وكانوا يعيشون في الخارج ويتحركون بأجندات وما إلى ذلك. القضية هي أنه زي ما قلت اللي جلب العفريت يصرف، بمعنى أن الدول اللي شاركت في هذه المأساة اللي الكل بيدفع ثمنها الآن، المنطقة بتدفع ثمنها، ملايين اللاجئين والمهجرين في الدول العربية المحيطة، تنامي الإرهاب بشكل كبير، يعني القاعدة وداعش اعتبرت سوريا والعراق مركز تدريب لهم وساحة كبيرة، وانتشر أوروبا اللاجئين الذين وصلوا إلى الإرهاب إلى ذلك. الكل يجب أن يشارك في هذا، ولكن هذا لا يعترف بهذا ولن يرجع عن هذا إلا إذا هو تضرر ذاته. نعم، لا يحدث كل تضرر، لكن هو ذاته لا، يعني لو نتحدث عن الأطراف الدولية لم يتضرروا، بالعكس هو زي ما في نقطة يخشون الآن من الإرهاب ومن داعش ومن غيرها، وهجمات بروكسل وهجمات باريس وما إلى ذلك، والتهديدات لأوروبا، وكأن لم نتعلم شيئا من درس القاعدة. لا، للأسف هم صنعوا هذا. ولكن أهم شيء في هذه القصة، من الذي استفاد؟ الذي استفاد من كل ما حدث نحن كعرب، دفعنا ومولنا وسلحنا، والغرب سلح والغرب قام بحملات ضد الأسد وغيره، لكن المستفيد الأكبر كان إسرائيل. إسرائيل وبكل بجاحة حكومتها عقدت اجتماع في الجولان وقالت أن الجولان أرض إسرائيلية ولن ننسحب، لم تكن لتجرؤ أن تقول ذلك منذ 5 أعوام أو 4 أعوام، ولكنها للأسف ركبت ما يسمى بالربيع العربي بعدما نجحت يعني في تفتيت الدول العربية المحيطة بها الدولة تلو الأخرى. يعني الشباب العربي الذي يعني تم تسويره ضد حكوماته وتم إفساد الحكومات مخصوص حتى تصور الشعوب عليها ولا تكون ثورة ولكن يكون تفتيت وتشتيت لكل البلاد العربية. صحيح، ولكن لا نستطيع أن نغفل بأن ممارسات بعض الأنظمة هي التي دفعت، فكانت مصلحة الخارج هو زي مشاهدة الطرفين وما حدث. إسرائيل يعني التزمت طوال الحرب في سوريا وطوال القتال بالسكوت، ومهما حدث لا تكلم ولا تعلق، لأنه إذا كانت إسرائيل قد زارت في المشهد من البداية لاستفاق السوريين ونظروا إليها، ولكنها عندما حست أن الدولة السورية انتهى، وسوريا لن تعود كما كانت تحت أي ظرف من الظروف، الجزء الشمالي الذي ذهب لسيطرة الأكراد لن يعود، العلويين لم يعودوا كما كانوا، الدروز لم يعودوا كما كانوا، الأزيديين لم يعودوا كما كانوا، يعني الجرح النفسي الذي يعني أصاب كل فئات الشعب السوري لن ينتهي. يعني هذا يؤدي المزيد من التمسك بالآراء، يعني البعض يتحدث بأن وجود سوريا بروسيا بهذا التدخل، وأنه عندما ما حدث في حلب وبعض الروايات نسبته إلى النظام السوري والجيش النظامي، بأنه لن تضغط على دمشق لضبط النفس، ده كانت تصريحات سوريا روسيا. فهل هذا يعني أن روسيا لها ممكن أن تقول، أو ممكن يعني الانسحاب الجزئي للقوات الروسية منذ شهر أو أكثر، البعض قرأه في بدايته بأنه بداية ضغط على الأسد بأنها تسحب الدعم العسكري لي. سؤالي هو يعني تأثير هذه الأطراف الدولية الآن، والقرار 2254 تحدث عن هيئة حكم انتقالي، وهناك رفض من المعارضة بأن يكون الأسد جزء منها حتى لو منزوع الصلاحيات، ولكن نتحدث بعد هذا عن انتخابات حرة. هل هناك ولو بصيص من الأمل طفيف جدا بأن يتم إقناع المعارضة بهذا السيناريو بأنها مرحلة انتقالية ضمن المرحلة الانتقالية؟
أعتقد أن هذا لابد أن يحدث لا بديل. البديل هو أن يختفي الأسد، أن يقتل، أن يحدث أي شيء، لكن ما دام الأسد موجود ولديه قوات تحت يديه واستطيع أن يحارب ولديه سلاح يعني سيبقى، وهناك من يساند الأسد، هناك ميليشيات حزب الله. سؤال هايبوتيتيكال، يعني ماذا لو يعني تنحت سوريا عن دعمها العسكري لبشار الأسد؟ روسيا عفوا. لا تنسي أن هناك دعم إيراني، هناك دعم من حزب الله، هناك يعني ظل الأسد متمسك وباقي سنوات بفضل الدعم الإيراني والدعم حزب الله، وكانت إيران آنذاك محاصرة وكانت أموالها مجمدة. ماذا الآن بعد أن رفع التجميد عن أموال إيران وأصبحت تتحرك بحرية أكثر واستطاعت يعني أن تلعب في ملفات أخرى في المنطقة لكي يعني تقوم بابتزاز الأطراف الأخرى؟ يعني حتى لو خرجت روسيا تماما من المشهد ستبقى إيران، وما دامت إيران موجودة بكل إمكانياتها خلف الأسد لن يسقط الأسد سريعا، وبالتالي الحل هو أن نقبل بالأمر ما هو عليه وأن يجلس الفرقاء ويقبلوا بحل مؤقت إلى أن تحدث انتخابات أو يحدث أي شيء، أو أنه الأسد ربنا يهديه ويتنحى ينتحر يحصل أي حاجة. لكن غير كده المعارضة لابد أن تكون منطقية، لأنها في الفترة الأخيرة هي التي هزمت، وهي يعني تهزم أمام الجيش وتهزم أمام داعش، وداعش يتفوق. وعندما تفجرت معارك حلب الأخيرة، من فجرها هي داعش عندما سيطرت على أعزاز والمعبر الخاص بأعزاز من المعارضة وليس من الجيش السوري. وبالتالي لابد أن يكون الجميع واقعيين من أجل وقف هذه المجازر، ولا نكتفي بالحروب الإعلامية وبالشو وإن النظام يقتل. النظام مهما قلت خلاص هو وصم بالإرهاب، وأي وصم آخر لن يضره. أو كما أشرت أنه صحيح وصمه بالإرهاب أو تبادل الاتهامات مع أطراف أخرى، في الآخر المدنيون يقتلون. يعني فالفكرة أنه يعني نقطة البدء، يعني ما تشابه كل خيوط بالمنظر، يعني تم عرض المشهد وهو ده الواقع فعلا اللي حاصل. برأيك أنه نقطة البداية عند من، أو يعني مع تداخل هذه الأطراف الدولية والإقليمية بالمصالح، ولكن أيضا أكيد هذه الأطراف لها قوة، نقاط ضعف ونقاط قوة، فمن أين ممكن تكون البداية ومن من؟ يعني البداية هي ما يحدث الآن، هو أن يجتمع دمستورة مع كيري ولافروف ومع عادل الجبير ومع المسؤولين في إيران، كل هذا هو الذي يمكن أن يحلحل الأمور، وليس الدمى التي تسمى بالمعارضة على الأرض. يعني المعارضة هي دمى، المعارضة من أين أتت بالمال والسلاح؟ المعارضة في بعض قادة المعارضة لم يدخلوا سوريا من 20 عاما، بعضهم لم يكن يعني يملك ثمن علبة السجائر التي يعني يدخنها، وبالتالي أنت صنعتي دمى، وهذه الدمى لن تغير آرائها وموقفها إلا إذا أنت تحكمت فيها. إذا اتفق بالفعل الأمريكان والروس والدول الأخرى المؤثرة في المشهد سيحدث حلحلة كما حدث في فبراير الماضي. يعني تدويل الأزمة السورية هي كده كده هي مدولة، يعني هي سوريا ما يحدث فيها هو حرب عالمية على أرض سوريا، حرب التكنولوجيا الأمريكية أمام التكنولوجيا الروسية، حرب الشيعة. وكمان تفضلت في نقطة حضرتك أشرت ليها، فكرة أن وجود يعني سوريا تريد أن يكون لها بصمة، والوجود لأنه شئنا أبينا نحن في إرهاصات نظام عالمي جديد، فيعني الصعود الروسي والصيني وكذا، فالكل يبحث عن موطئ قدم له في المنطقة، خاصة منطقة الشرق الأوسط. محددات بقى الفترة القادمة، يعني دمستورة دايما متفائل ويتحدث بأن هناك أمل قائم، يعني لا تملك الرفاهية أمم المتحدة بأن ترفع يدها عن سوريا، ولكن تحدث مثلا في الفترة الأخيرة عن، خلينا بقى في الدستور، يعني نبدأ بالدستور ودع موضوع الانتقال السياسي جانبا، هل هذا مجرد كسب وقت أو عدم وجود يعني عدم الرغبة في إعلان الفشل، أم هو حقيقي هناك أشياء تحدث ربما في غير هذه الزيارات التي نراها والتصريحات ربما تنبئ بأي حلحلة في الموقف إلى الأمام؟ يعني هو المعروف دائما أن أي مفاوضات تكون هي الجزء الظاهر من الجبل، من جبل الجليد.
يكون هناك دائما عمل استخباري تحت الأرض، يكون هناك تدخلات وعلاقات بينية وما إلى ذلك. كل هذا يتم يعني بالتأكيد روسيا تستطيع أن تضغط على الغرب في ملف ما، والغرب يستطيع أن يضغط على روسيا في ملف آخر. إيران تستطيع أن تضغط على المملكة العربية السعودية في اليمن، والسعودية تضغط على إيران في سوريا، وبالتالي يحدث نوع من التنازلات لنصل في النهاية إلى حل على الأرض لما يحدث في سوريا. الجانب الآخر الذي أيضا يدفع إلى حل حالة هذه القضية هو ما يحدث في إيران، هو يعني الحرب بين حزب العمال الكردي بي كي كي والجيش التركي، الأوضاع في جنوب شرق تركيا، الاشتباكات التي تتم يوميا عبر الحدود، كل هذا يدفع كل طرف يفكر في الخروج من هذا المأزق الذي يعني سوريا تحولت إلى مستنقع للجميع، كل من يدخله خاسر. ضربت اقتصاديات الدول العربية، ضرب أمن تركيا، ضرب الأمان والأمن في الغرب، استنفذت سمعة أمريكا كدولة تصنع أفضل الأسلحة، روسيا نزل إليها على أنها تساند أنظمة إرهابية، كل من دخل هذا المستنقع خاسر. ولذلك الكل يريد أن يخرج، ولكن يخرج بأقل الخسائر الممكنة. والجيد الآن هو أن يتحرك الوسطاء الدوليين من أجل إقناع الكل بأنه أفضل خروج هو الخروج الآن. الحرب في سوريا مثل الحرب في أي مكان في العالم، سيأتي وقت وتنتهي، ولكن متى؟ هل ننتظر لمدة عام حتى تنتهي، أم ننتظر شهر، أم ننتظر أسبوع، أم ننتظر يوم، أم ننتظر ساعة؟ الأفضل هي أن تنتهي بأسرع ما يمكن. إذن فلنتحرك لهذا، لا ننتظر مكاسب بعيدة، لأن المكاسب البعيدة لن يستطيع أي طرف أن يحسم هذه المعركة. فقط الذي يستطيع أن يكسب كلما طالت هو داعش والنصرة والإرهابيين. صحيح. وعندما تفضلت أستاذ أشرف بأنه يعني نتحدث دائما عن المصالح وهي اللغة الغالبة في هذه العلاقات ومثل هذه الحروب، ولكن هل هي يعني بشكل تنظيري، يعني هل الأطراف خصوصا الدولية تتحدث عن محاولة لتعظيم مصالحها ومكاسبها مع حل القضية السورية، أم أن القضية السورية أصلا تم نسيها في خضم كل هذه ما يحدث من كما وصفته بالمستنقع؟ هي لم تنسى، لأنه هذه هي ميدان الصراع، وميدان الصراع عندما يحل كل طرف يعني مشكلته سيحلها على الميدان، وعندما تهدأ كل المدافع سيهدأ هذا الميدان، وبالتالي سيكسب الشعب السوري عندما يتوقف الكل عن التدخل في شؤونه، عندما يعني ييأس الكل من تحقيق انتصار، وعندما يعني تصل إدارة أوباما إلى قناعة بأنه لا بد أن تحل هذه الأزمة قبل أن ترحل، وتصل قناعة إلى إدارة بوتين أن هذا الملف يأخذ من رصيده، هو حقق انتصارات واستخدم أسلحته، وقيل أنه فعل ما لم يستطع الغرب أن يفعله. أمريكا كانت دائما تخشى أن تتدخل ضد داعش وتتدخل بقوات في المنطقة، خوفا من أن يكون هذا مستنقع تجر إليه كما جرت لأفغانستان والعراق فيما سبق، ولكن الروس يعني قاموا بوضع مختلف، يعني اعتبر يعني إهانة للأمريكيين، وهو أنهم دخلوا في بداية أكتوبر وتصور البعض أنهم دخلوا ولن يخرجوا، وإذا بهم في نهاية فبراير يقولوا لقد اكتفينا وسنرحل، بعد أن يعني صوروا العالم أنه استطاعوا أن يحققوا انتصارات على الأرض وما إلى ذلك. صحيح. يعني هي كما وصفناها بالمعضلة وبالموزايك السوري، يعني نأمل بأن يعني توقف حتى المأساة الإنسانية على الأرض كما شاهدنا في حلب وألا تتكرر، وأن يكون هناك المخرج السياسي أيما كان بدايته بقى أو رافضه. شكرا أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحليل أهرام على هذه القراءة، كنت معنا في المشهد، وشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، غدا مشهد جديد وفريق عمل جديد، هذه تحياتي، إلى اللقاء.